وطبعا متابعينا بعدنا مكملين معاكم في عود الرمان، وهلا وصلنا للجزء الرياضي. كثير منكم عم بيستنوا الرياضه ومتحمسين وجاهزين انهم يعملوا مع ميروبي تمارين. تماريننا اليوم خاصه في جميع مناطق الجسم، هي تمارين عامه ايروبكس عام، والايروبكس دائما احنا بناكد هو من التمارين الهوائيه المهم لخساره الوزن. فخلينا نشوف ميروبي شو عندها اليوم. رح نعمل زي ما حكينا لكم التمارين الهوائيه، رح نبلش بطريقه كتير بيسك بس علشان نحمي جسمنا ونجهزه لنعمل التمارين الجامده الايروبكس اللي مع وقت يطلع يركض الصبح ويطلع يعمل رياضه. ليش ما يخصص من وقته من 5 ل10 دقائق يعمل فيهم رياضه كتير منيحه وكتير قويه ليقدر يكمل نهاره بشكل كتير نشيط، ليكمل نهاره كمان بحيويه وصحه. خلينا نبلش تماريننا لليوم ب وورم اب كتير صغير ايروبكس برضه، وبعدين نطلع بالمستوى شوي شوي. خلينا نبلش بنفس كتير كبير وبرا، نطلع لفوق and down كم مرة and down. رح نبلش هون نوطي الجسم ستيبل ونشتغل على الكعب، كعب اجر كعب اجر، لا نحمي منطقة الاجرين والركبة. جامب جامب، ننزل على اجر البيس ونحرك الاجر الثانية. 5 4 3 2 1 بنزل، والثاني 3 4 5 6 7 8 9 and 10 هون ورا قدام 3 4 5 6 7 8 9 10 doubles 5 4 3 2 and 1 تانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خمسة doubles 4 3 2 and 1 من هون ننزل، عم بلش نحمي شوي شوي الاجرين، من هون نطلع جنب وجنب. نفس 3 2 1 جنب 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 هون فوق down 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 مرة بعمل ارتكاز وبفتح جنب 2 3 4 5 6 7 8 9 10 switch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 نص فوق فوق، عم ندرس شوي شوي 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 بطني وحدة دغرية بخلي وحدة متنية وفوق and switch 1 2 3 twist بالأبر بودي 5 6 7 8 9 and 10 فوق ما عمل جامب 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 شقة تانية 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 kick side side 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 4 كمان مرة 5 6 7 8 9 10 نص 1 2 3 عم ندخل الجذع وسط الجسم الإيدين وشوي شوي بنتدرج لتحت نص down and up 10 9 8 7 6 5 4 3 2
and one. من هون برفع إجر جام 10 عادي 4 5 6 7 8 9 and jump 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 cross 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jump 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ونعمل مارش شوي شوي ونطلع لفوق تحت وفوق من هون رح ننتقل للمستوى اللي بعده من هون رح ننزل تحت جامب وبرجع بنزل لتحت 10 عدات 3 2 1 يلا 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 من هون نسكر ايدينا بهالطريقة ونفتح ونسكر 2 4 5 6 7 8 9 and 10 شوي شوي بدي اطلع هون 4 5 6 7 8 9 10 كيك 4 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 اذا ملاحظين لما بدنا نوقف ونوقف بهالطريقه ولما بنعمل التمرين بنعمله متواصل وبنضل نتحرك على طول اذا بنعمل بريك البريك بكون بهالطريقه وبنرجع بنكمل لنخلي دقات القلب شغالين لنخلي نفسنا بنفس النشاط ونكمل التمرين رح نرجع نعمل نفس الشيء كيك هون ولقدام بس مع جمب بلش 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نعمل كيك لفوق 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 break من هون في عنا جامبينج جاكس اللي هم هذا التمرين رح نعمل 20 عد ورا بعض وبعدين رح ننزل التمرين اللي عملناه قبل هو هذا التمرين كمان 20 عد ورا بعض ونرجع نرتاح بالطريقة اللي أنا عم بعملها نفس فوق 3 2 1 يلا 2 3 4 5 6 7 8 9 ده كمان 10 نتحمل شوي 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 نص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ضل 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 last one and نفس بتحرك بهاي الطريقة من هون رح ننتقل للتمرين اللي بعده رح نغير بالانتنسيتي يعني بشدة التمرين شوي ناخذ نفس رح ننزل بهالطريقة تحت تحت نحاول ننزل للماكسيموم 10 عدات نص كمان 10 عدات ولفوق 10 عدات بعدين بريك نجهز 5 4 3 2 1 يلا داون 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 last one 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 break break رح نرجع نهدي شوي شوي نرجع نص بنزل قدام نعمل هون كعب تو هيل تو جمب سايد 2 3 4 5 6 7 and 8 فوق 2 3 4 5 6 7 and 8 switch عم نهدي 3 4 5 6
7. ننساش احنا عم ننزل مش بس بنحرك الاجر، الاجر الثاني عم تتمرن لانه هي متنيه. 8 9 10 فوق اخر 10. 8 7 6 5 4 3 2 1. شوي شوي نفس ولتحت. واحنا عندنا نعمل هلا تمارين حاولة تتنشط، بتعمل نشاط للجسم، بتنعش كل الخلايا، كل عوامل التركيز علشان نضل متنشطين خلال النهار، عشان نشغل الميتابوليزم في هذاك النهار ونكون متأكدين انه احنا عم نحرق كمية كافية من الكالوريز. نحاول نرجع لهالفقرة على يوتيوب ونحاول نعملها أكثر من مرة، نحاول نعيد التمارين كمان أكثر من جولة، وأكيد بضلكم نشطين وبتحافظوا على حالكم عن طريق الرياضة. من هون خلصنا فقرتنا لليوم وصار الوقت ننتقل لسؤال حلقتنا، اكيد بنذكركم فيه معاكي مجد. خلينا نرجع نذكر متابعينا في سؤال حلقتنا. سؤال حلقتنا بحكي اي الفيتامينز التاليه تعتبر هي او ما يعرف بفيتامين الشمس او بفيتامين الشمس، هل هو فيتامين سي او جيم او فيتامين اي او فيتامين د؟ اللي بيعرف الاجابه الصحيحه اكيد يراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك برنامج عود الرمان. وبهيك وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، شكرا على المتابعه والى اللقاء.